وهذا دليل عقلي واضح لو كانوا إذا لا عقول لهم. إذ من أتى الله عقلا كان على أن يميز بين الحق وبين الباطل. وما تغني الآلهة عن أصحابه، شخص يعبد البدوي، شخص يعبد القبور، شخص يعبد الأوثان، ما لا تغني عنه فيها. شخص يشرك بحكم الله ويحكم بغير شرع الله، يعتاض عن شرع الله وعن حكم الله، وما أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فيحكم في البشرية آراء اليهود وآراء النصارى وآراء العلمانيين وحسالة عقول البشرية. لو كان هذا عنده ذرة من العقل كما يوصف الآن في الإعلام وفي غيره، فلان بالعاقل وأنتم بالطاغوت، هذا فلان الجاهل ليس بالعاقل. لو كان هذا عاقلا لأطاع الله، وحين أطاع الشيطان علم أنه سفيه. وإذا كان يحكم بغير شرع الله ولو كان يعتقد أن شرع الله أفضل لكان مشركا بالله، لأن هذا الاعتقاد لا ينفعه، هذا الاعتقاد لا ينفعه ولا يخلصه من عذاب السعير. العبرة بالعمل، لن ينفع المشركين اعتقاده بأن الله هو الخالق الرازق المدبر حين عبدوا غير الله، ولن يحكم بغير شرع الله كالذي يحكم بالقوانين كالذي يعبد القبور والأوثان. لا فرق بينهما في الكفر والردة على الإسلام. إذا قال لا شخص أنا لا أعتقد، تقول يقول المشرك أنا لا أعتقد أن فلانا ينفع وضع، لكنه واسطة، أجعله واسطة، وأي فرق بين هذا وهذا؟ والله في العقل ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم أن الحكم بغير شرع الله كفر بالإلهية وكفر بالربوبية وكفر بالأسماء والصفات. وتكوني كفرا بالربوبية أن هذا بتوحيد الربوبية، وتكوني كفرا بتوحيد الإلهية أنه يجب إفراد الله بالحكم، وتكوني كفرا بالأسماء والصفات أن من أسماء الله الحكم، الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لله. وقد كفر بهذا الاسم العظيم. هذا دليل أنه كافر بجميع أنواع التوحيد، وأنه أخذت شركا من المشركين. وأعظم كفرة ولا سيما حين يفرضون هذه الأنظمة على البشرية المظلومة ويحكمون بغير شرع الله جل وعلا. الله جل يقول الحكم لله، وهو يقولون إن الحكم إلا لنا، يحكمون في الصباح ويشرعون في الصباح وينسخون في المساء. وماذا يعني هذا؟ هذا منازع لله في ربوبيته وألوهيته وتوحيد الأسماء والصفات. وأعظم من ذلك أن يفرضون هذه الأنظمة على البشرية، لأنه لو حكم غير شرع الله كان كافرا. إذا استبدل، يعني استبدل غير شرع الله صار هذا كفر آخر، وإذا فرض صار مشرع مع الله جل وعلا، فاجتمعت في جميع أوصاف الكفر. ومن لم يحكم من أنزل الله فهم كافرون بفرق الشرع، وكافرون باستبدال الشرع، وكافرون في الحكم بالشرع المنسوخ. ومن لم يوافقهم على ذلك فمصيره السجن او القتل، ولكن لا ضرر على العبد في ذلك، لان الانسان ما خلق الا لافراد الله بالعباده ومواجهه هذه الانحرافات في المجتمع. اذا قتل من اجل دينه صار شهيدا واجره على الله.